تتميز كلية طب الأسنان جامعة سبا بتوفير الأجهزة الحديثة لطلابها، وفي هذا العام قمنا بتوفير جهاز الليزر والذي سوف يقوم بخدمة جميع تخصصات طب الأسنان. وتعتبر كلية طب الأسنان بجامعتنا هي السباقة في توفير الأجهزة الحديثة بين كلية طب الأسنان في الجامعات اليمنية، حرصاً منها على تحسين مخرجاتها وتعريف طلابها بأحدث التقنيات والتكنولوجيا في طب الأسنان. هذا الليزر من الأجهزة الحديثة والمستخدمة في جميع علاجات اللثة، ونتائجها رائعة ومرضية للمرضى من حيث النتائج الجمالية ومن حيث الألم ومن حيث الوقت المستغرق في العلاج. وقمنا بتوفير أجهزة الليزر في عيادات الكلية حرصاً منا على راحة وسلامة مرضانا. بناء على طلب كلية طب الأسنان بجامعة سلا، قمنا بتوفير جهاز الليزر من شركة ميدينسين إيطاليا الخاصة بالمعالجة السنية، سواء كانت تجميلية أو علاجية. وتتميز هذه التقنية أنها تستخدم في معظم الجامعات، ونحن سعداء جداً بتوفير هذا الجهاز لكلية طب الأسنان بجامعة سبا، وهي أول جامعة يمنية تضيف لطلابها هذه التكنولوجيا.